انتساب الابن بعد الزنا للأب بعد الزواج يعني. طيب إذا رجل زنى بامرأة فأول شده وقع في فاحشة عظيمة جدا، والناس الآن يعني انتشار المعصية نسأل الله العافية فيستهينون بها، يقول لك يا أخ ما هو الناس عيش شبابك وعيش وكذا، الشغلة دي خطرة جدا. الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث في البخاري من رواية سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل في بعض الأحيان فيقص له الرؤيا، يقول أنا رأيت في المنام كذا وكذا، فيفسرها له النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ده حديث صحيح في البخاري، فالشاهد من الحديث أنهم يعذبون الزناة والزواني على مثل التنور. موضوع ده خطير. أما الزول اللي بيتوب الله بتوب عليه، فالناس ما تستهين، أمشي تزوج توالي تتزوج يبقى الباب سلام عليكم إنت أبو سوسو أي أنا دائرة، ولا تعال الجامعة جيب لك بليلة ولا تمر خلاص عقدوا لك الله يسوقها ودي شارع النيل ونغبة إن شاء الله تخش جوا تأخذوا لكم كاسين وتجي مارجين ما في زوج بيسألك، لكن انت تقعد معاه ساي تكذب عليها يا سوسو يا حمودي بتجيك سوسه بعد تخش قبرك دي بتعرف الحاصل. طيب بعد ذاك ثاني اذا زول زنى بامراه ثم تزوج بها ثم تبين انها حامل، زول زنى بها اول شيء حامل دي ما بجوز تعقد عليها حتى تضع شنو؟ حملها هاي. بعد تطهر بعد ذاك شنو؟ انت بتعقد على دي نقطة. الولد اللي بيجي من الزنا اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه لا ينسب إلى هذا إلى أبيه هذا، وإنما يقال هو ابن أبيه، نقول فلان ابن أبيه ودي مشكلة. وقال بعض العلماء هو ينسب إلى أبيه قضاء لا شرعا، قضاء يعني كقضاء ينسب له لا شرعا، يعني بعدين من ناحية شرعية ما ينسب إلى شنو؟ إلى أبيه، يعني لا يرث ولا كذا وإلى آخره، فهمت المسألة؟ ودي كلها من عاقبة الزنا والله أعلم لكن في نهاية المطاف يعني تجتنب المسألة دي. طيب دي قاعدة تحصل كثير، قبل كده سألونا منها في منطقة في الخرطوم، داك وقع في البيت بعد شهرين اتزوجها بعد شهرين بقى أبو أربعة بطونة، شغل الأخبطوها ذاته.